بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ والمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة من طائف ألف باء عين، يقول في رسالته: هل صلاة التراويح سنة أم واجب؟ وكيف كان الصحابة يؤدونها؟ أفيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن صلاة التراويح سنة مؤكدة وليست واجبة، فلو تركها الإنسان فلا إثم عليه، لكنه إذا فعلها فإنه ينال خيرا كثيرا وثوابا جزيلا لمن صلحت نيته وخلصت سريرته لله عز وجل، لأن صلاة التراويح من أهم الأعمال المشروعة في ليالي رمضان، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي، صلىها بأصحابه ليالي في أواخر شهر رمضان، ثم تأخر عنهم ولم يخرج إليهم في بقية الليالي، وقد اجتمعوا حتى ضاق بهم المسجد، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لم يتخلف عنهم إلا أنه خشي أن تفرض عليهم فلا يستطيعونها. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر الصحابة يصلون صلاة التراويح أوزاعا في المسجد، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل والرجلان ويصلي الرجل ومعه الرهط، وهكذا ظلوا على هذا فترة من الزمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه ورأى أن الصحابة يصلون صلاة التراويح على هذه الهيئة وأنهم ينقسمون إلى جماعات، رأى أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وصلاة التراويح تؤدى جماعة واحدة في المسجد ولله الحمد والمنة، فهي سنة مؤكدة، وفعلها في المساجد وفعلها جماعة أفضل، ولو صلاها وحده أو صلاها في بيته فلا بأس بذلك، ولكن فعلها في المسجد ومع الإمام والجماعة في المسجد يكون أفضل وأتم وأحسن. نعم، شكر الله لكم. أيضا يقول في رسالته: أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصوم؟ وما الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من 4 أيام، فهل له الفطر والحالة هذه أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. المسافر سفرا يباح فيه قصر الصلاة، وما يسمى بسفر القصر لأن يبلغ 80 كيلو فأكثر، فهذا الأفضل له أن يفطر عملا بالرخصة الشرعية، وإذا صام وهو مسافر فصومه صحيح ومجزي، بقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. الإفطار في السفر أفضل من الصيام، وإذا صام فلا حرج عليه إن شاء الله، وصيامه مجزي وصحيح. وأما إذا نوى إقامة أقل من 4 أيام فإنه له أحكام المسافر، يجوز له الإفطار ويجوز له قصر الصلاة، لأن إقامته إذا كانت أقل من 4 أيام فإنها لا تخرجه عن حكم المسافر. أما إذا كانت إقامته التي نواها تزيد على 4 أيام فهذا يأخذ حكم المقيم، وتنقطع في حقه أحكام السفر، ويجب عليه أن يصوم وأن يتم الصلاة، لأن أحكام السفر انقطعت بهذه الإقامة التي تزيد على 4 أيام وقد عزم عليها ونواها. نعم، شكرا لكم. أيضا يسأل عن التكحل من قطرة العين ووضع الطيب على الثياب، هل يؤثر هذا على الصائم؟ وما هي الأشياء التي يجب أن يبتعد عنها الصائم حتى لا يؤثر على صيامه؟
أفيدوني بارك الله فيكم. الذي يوضع في العين من فطور أو ضرور أو كحل، هذا إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك عند كثير من أهل العلم، لأن العين منفذ، فإذا وصل هذا الذي وضعه فيها من سائل أو جامد وصل طعمه إلى حلقه وأحس بطعمه وكان متعمدا لوضعه في عينه، فإنه حينئذ يكون قد أثر على صيامه، لأنه يشبه ما لو أكل شيئا أو شرب شيئا وصل إلى حلقه. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، وإذا كان معتادا للاكتحال أو معتادا لمداوات العين فليجعل ذلك في الليل، أما نهار الصيام فإنه يتجنب هذه الأشياء حفاظا على صيامه من المؤثرات. نعم. والأشياء المبتعدة مبتعد عن أشياء كثيرة، منها أشياء تفسد صيامه، ومنها أشياء تنقص ثوابه أو تبطل ثوابه ولا تفسد الصيام بمعنى أنه يلزمه القضاء فيها. أما التي تفسد الصيام ويلزمه القضاء فيها مثل الأكل والشرب متعمدا ومثل الجماع هذه، وكذلك ما في حكم الأكل والشرب من تعاطي الأدوية والإبر التي تصل إلى جوفه وتسير في عروقه، فإن هذا في حكم الأكل والشرب يفسد صيامه. كذلك التقيؤ والاستفراغ متعمدا، إذا تقيأ الإنسان متعمدا بأن استفرغ ما في معدته عن طريق الفم فإن هذا يفسد الصيام أيضا ويلزمه القضاء. وكذلك مما يفسد الصيام استخراج الدم الكثير بالحجامة أو الفصد أو سحب الدم للتبرع به أو لإسعاف مريض، فهذا أيضا مما يفسد الصيام ويلزم القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحجامة: أفطر الحاجم والمحجوم. فهذه أمور إذا تعاطاها الإنسان فإنها تفسد صيامه ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بها. هناك أشياء محرمة على الصائم وتنقص ثوابه أو تبطل ثوابه لكنه لا يؤمر بالقضاء، مثل الغيبة والنميمة قول الزور والشتم والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة، كذلك النظر المحرم واستماع الأشياء المحرمة كاستماع الملاهي والأغاني والمزامير وغير ذلك، كل هذا مما يؤثر على الصيام بمعنى أنه ينقص ثواب الصائم أو أنه يبطل ثواب الصائم، ولكنه لا يؤمر بالقضاء لأن هذه مفطرات معنوية وليست مفطرات حسية. نعم. شكر الله لكم. أيضا يسأل يقول الحديث القدسي قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أريد شرحا لهذا الحديث، ولماذا خص الصوم بهذا التخصيص؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذا حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا الحديث فيه فضيلة الصيام ومزيته من بين سائر الأعمال، وأن الله اختصه لنفسه من بين أعمال العبد، على تشريف للصيام وتفضيل له على غيره من الأعمال. وقد أجاب أهل العلم عن قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، بعدة أجوبة. منهم من قال إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أن أعمال ابن آدم قد يجري فيها القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومون يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله وحسناته، كما في الحديث لأن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وقد ضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنت حسناته ولم يبقى شيء يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه ويطرح في النار. إلا الصيام فإنه لا يؤخذ من غرامة يوم القيامة، وإنما يدخره الله عز وجل
للعامل يجزيه به، ويكون هذا معنى قوله كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، أي أن أعمال بني آدم يجري فيها القصاص ويأخذها الغرم يوم القيامة إذا كان ظلمهم، إلا الصيام فإن الله يحفظه ولا يتسلط عليه الغرم ويكون لصاحبه عند الله عز وجل. وقيل إن معنى قوله تعالى الصوم لي وأنا أجزيبه إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، معناه أن الصوم عمل باطني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو نية قلبية بخلاف سائر الأعمال فإنها تظهر ويراها الناس، أما الصيام فإنه عمل سري بين العبد وبين ربه عز وجل. ولهذا يقول الصوم لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فكونه ترك شهوته وطعامه من أجل الله هذا عمل باطني ونية خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الصدقة مثلا والصلاة والحج والأعمال الظاهرة هذه يراها الناس، أما الصيام فلا يراه أحد، لأنه ليس معنى الصيام ترك الطعام والشراب فقط أو ترك المفطرات الظاهرة فقط، لكن معنى الصيام أن يكون خالصا لله عز وجل ونية صادقة لله عز وجل، هذا معنى الصيام، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا معنى قوله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، وفسره بقوله إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيكون قوله إنه ترك إلى آخره تفسيرا لقوله الصوم لي وأنا أجزي به. ومن العلماء من يقول إن معنى قوله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به أن الصوم لا يدخله شرك بخلاف سائر الأعمال، فإن المشركين قد يقدمونها لمعبوداتهم كالذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، وكذلك الدعاء والخوف والرجاء، فإن كثيرا من المشركين يتقربون إلى الأصنام ومعبوداتهم بهذه الأشياء بخلاف الصوم. فما ذكر أن المشركين كانوا يصومون لأوثانهم ولمعبوداتهم، الصوم إنما هو خاص بالله عز وجل. هذا يكون معنى قوله الصوم لي وعلى أجزيبه أي أنه لا يدخله شرك، ولم يكن المشركون يتقربون به إلى أوثانهم، وإنما يتقرب بالصوم إلى الله عز وجل. نعم، شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين إبراهيم مصري يعمل بالعراق، يقول في رسالته: هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان المبارك من السنة؟ وماذا يجب على المسلم أن يدعو به في تلك الليلة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. لا أعلم دعاء خاصا يقال عند دخول شهر رمضان، وإنما الدعاء العام عند سائر الشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا الدعاء الوارد عند رؤية الهلال برمضان وغيره. أما أن يختص رمضان بأدعية تقال عند دخوله فلا أعلم شيئا في ذلك. لا، شكر الله لكم. أيضا يقول: لكن لو دعا الإنسان المسلم بأن يعينه الله على صوم الشهر وأن يتقبل منه فلا حرج في ذلك، لكن لا يتعين دعاء مخصص هذا، وإنما يدعو المسلم بأن يعينه الله وأن يتقبل منه ويحمد الله عز وجل على أن بلغه رمضان. نعم، شكر الله لكم. أيضا يقول: إذا تبرع الإنسان من دمه وهو صائم هل يؤثر ذلك على صيامه؟ وما رأيكم في الحقنة التي ليست للتغذية بالنسبة للصائم؟ هل هي في حقه من مباحات الصيام أم أنها من مبطلاته؟ أفيدونا في ذلك أثابكم الله. أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفطر الصائم إذا كان كثيرا، فإذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلا أو لإسعاف مريض يحتاج إلى إسعاف بدم وسحب من الصائم كمية من دمه فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامة. الحجامة ثبت بالنص، والنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية كثير من الصحابة أن الحجامة تفطر الصائم، فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية
كثيرة فإنه يفسد الصيام. أما قضية الحقن التي تحقن جسم الصائم وهي الأبر، فهذه إن كانت من الأبر المغذية فلا شك في أنها تفطر الصائم، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وتغذيته، فهي تأخذ حكم الطعام والشراب إذا كانت من الأبر المغذية. وكذلك إذا كانت من الأبر غير المغذية والتي تؤخذ للدواء والمعالجة وأخذت عن طريق العرق طريق الوريد، وهذه أيضا تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتصل من الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب، كما لو أنه ابتلع الحبوب ابتلعها عن طريق الفم فإنها تفطر صيامه، فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن فإن هذا أيضا يؤثر على صيامه. أما الحقن التي تؤخذ في العضل لا تؤخذ في الوريد وليست مغذية فهذه رخص فيها بعض العلماء، لكن الذي أراه أنها تأخذ حكم بقية الأبر لأن لها تأثيرا على الجسم ولها مفعول في الجسم، فهي كما لو أخذ الدواء عن طريق الفم، لا فرق بين أخذها عن طريق أخذ الدواء عن طريق العضل وأخذه عن طريق الفم، لأن كلا ينفذ إلى الجسم ويصل إلى أعضاء الجسم ويجد لها تأثيرا وتنشيطا في جسمه، فهي من المفطرات. فالأولى بالصائم أن لا يتساهل في هذه الأمور، وإذا كان مريضا واحتاج إلى العلاج يحتاج إلى أخذ الأدوية والحقن فإنه يأخذها لأنه مريض، وقد رخص الله للمريض لأن يفطر فيأخذها ويقضي هذا اليوم نظرا لأنه مريض. أما إذا كان في غنى عنها ويستطيع أن يؤخرها إلى الليل فإنه لا يجوز له أن يأخذها في نهار الصيام. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة من خديجة من ليبيا، تقول في رسالتها: هل يحق للمرأة الأرملة أن تضع زينة على وجهها كالكحل مثلا؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. إن كان قصدها بالأرملة المعتدة من الوفاة في مدة التربص التي ذكرها الله بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة الوفاة. ويحرم على المرأة فيها التزين سواء بالحلي أو بالأصباغ أو غير ذلك، فلا تتزين المرأة ولا تلبس الزينة في هذه الفترة، كذلك لا تتطيب ولا تكتحل الكحل الذي يتخذ للجمال، ولها أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة. أما الاكتحال والخضاب وأنواع الزينة المستحدثة الآن التي تتجمل بها النساء من المساحيق وغيرها، وكذلك الطيب بأنواعه، كذلك الحلي بأنواعه، كذلك الثياب الزينة، ثياب الزينة بأنواعها، المرأة ممنوعة من هذه الأشياء مدة العدة، وهذا ما يسمى بالإحداث، الإحداث مدة العدة وترك الزينة وهجر الزينة، يعني تتجنب كل ما يرغب في النظر إليها من أنواع الزينة والطيب والتحسين وغير ذلك. كما أن عليها أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلى أن يبلغ الكتاب أجله، ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي. أما إن كان مرادها بالأرملة غير المعتدة التي خرجت من العدة لكن ليس لها زوج، فهذه لها أن تتزين وأن تتجمل، لكن أن لا تظهر هذا للرجال الأجانب، وإنما تتجمل وتتزين في الأحوال التي ليس فيها فتنة وليس فيها تعرض للرجال الأجانب. أما مع الرجال الأجانب فيجب عليها إخفاء زينتها وستر نفسها. نعم، شكر الله لكم. أيضا تقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل إذا لم يكن موجود مثلا؟ لا بأس بذكاة المرأة، المرأة لا بأس أن تذكي الشاة والبعير وغير ذلك، لها أن تذكي وتؤكل ذبيحتها سواء الأضحية أو غير الأضحية، لكن الأضحية إذا كانت عن الغير، إذا كانت الأضحية تذكيها نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها، لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في ذبح الأضحية إلا بإذنه، لا ينوب عنه أحد في ذبح أضحيته إلا بإذنه سواء كان النائب رجلا أو امرأة، لأن الأضحية عبادة والعبادة
يؤديها الإنسان بنفسه أو يوكل من يؤديها عنه إذا كانت هذه العبادة مما يدخله النيابة، وذبح الأضحية من العبادات التي تدخلها النيابة. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع خالد محمد الرياض، يقول في رسالته: من هم الذين يرخص لهم الإفطار في رمضان؟ الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية. أولا المسافر سفرا يجوز فيه قصر الصلاة، ثانيا المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف المرض عليه أو تأخر البرء، فهذا يرخص له في الإفطار. ثالثا الحائض والمرضع، ثالثا الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا يجوز لهم الصيام في حال الحيض والنفاس، ويحرم عليهم الصيام لأنهما من أهل الأعذار الشرعية. وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الإفطار. وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء في الواقع أو العادة. وكذلك الكبير الهرم، كل هؤلاء من أهل الأعذار الذين رخص لهم الشارع في الإفطار، ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض مرضا يرجى شفاؤه والحائض والنفساء والحامل والمرضع، كل هؤلاء يجب عليهم القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. أما من لا يستطيع القضاء ويعجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الهرم والمريض المزمن، فهذان ليس عليهما قضاء، وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهؤلاء ينتقلون من الصيام إلى الإطعام وليس عليهم قضاء لأنهما لا يستطيعان القضاء، فهما لا يجب عليهم الصيام لا قضاء ولا أداء، وعليهم البدن وهو الإطعام فقط. نعم. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي نور على الدرب. نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. حتى الملتقى، لكم تحية من مهندس الصوت الزميل سليمان الحيدان، والسلام عليكم ورحمة